ولعل سامعا يعجب، ونحن في الحقيقة أيضا نعجب عن هؤلاء الذين يختمون القرآن في يوم وليلة، وهذا كثير، لكن الأعجب منه عندما يقال كان يختم القرآن في ليلة، وقبل أيام قليلة جلس إلي إنسان يحدثني عن حميه، عن أبي زوجته، وكان شيخا له، وكان من حفظة القرآن، ودرسه وزوجه ابنته، وهذا من أعظم ما يمكن أن يصنعه الشيخ بتلميذه. قال لي هو إن هذا الشيخ كان مداوما على قيام الليل، مداوما عليه، فكان مرة سمع عن فلان أنه قام الليل بالقرآن كله، قال فاستعظم ذلك، وهو معتاد على القيام، قال وكان يقوم في الركعة قياما طويلا، لكن مع ذلك لا يستطيع هو نفسه يستبعد أن يقام الليل بالقرآن كله في الصلاة. قال كيف يصنع الإنسان هذا؟ فكان يراه من المبالغات ويعده من التجوز في الحكايات عن الصالحين. قال يقول لي هذا زوج ابنته، وأنا الشخص المتحدث عنه متوفى. قال لي فقال في ليلة اليوم سأحاول أن أقوم بالقرآن كله، أنظر هل هذا الشيء ممكن أم ليس بممكن. قال فصاحبي محدثي يحدثني، قال فقمت إلى جانبه أصلي معه، قال فركع الركعة الأولى عندما ختم سورة التوبة، هذه 20 حزبا 10 أجزاء في ركعة، قال في تلك الليلة ختم القرآن في قيامه بالليل. فسأل الله أن يسلك بنا ما سلك به الهمم، هذا أناس عرفوا ما قصدوا فهان عليهم ما بذلوا.